ودك تمسك البنات اللي في البرامج وتحشرهم في مخزن، ومعك اللي حق العماير الأحمر ذا، وتمسها تمسها 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 لين تطرش جريش. يا ما انتم شايفين خير، انتم مساكنين في خيار. يجيك مشهورة تزوج زواج أفنان الباتل، يطلعون برنت كامل عن زوجها، زواج بلقيس، ويحسبون أقيام الطاولات اللي على خير. زواج رفيجي أبو مفلح حتى ما حضرت الشهر 12 اللي راه، مكلفة نص مليون، حتى رتويت واحد ما لقى منكم. دخلت تويتر لقيت ترند زواج أفنان الباتل، قلت هذه الله أعلم زفينها بمكوك. قلت إني أحس إن دعوة زواجها ثاني لفة خلف محطة الإدريس في سطح القمر. يعني ما كنكم حضرتوا زواجات، ما كنكم كان نقدر جماهير أفنان الباتل وبلقيس ومدري من، بس هو بلا درجة. أنتوا شايفين خير والله العظيم. زواج أفنان الباتل ياخد 200 ريال في تركيا، ماخذها باكج، والكيك من الأسرة المنتجة، مدري وش اللي. بلقيس مسويها زواجها في حوش برج خليفة، تعال اسوي زواج سنتي في السطح عندي هناك فوق مو تحت فوق. وهذه اللي قالها سوالف حيون ذي ما ادري ايش اسمها، اغترت من افنان الباتل وبلقيس وقامت تحرج عن طلاقها. احنا وين نلقاها؟ من طلاقكم ولا نلقاها من زواجكم؟ فكوني. تعليقات البنات، يما اللي ما عنده صبر يشوف حساب افنان الباتل وزواجها، وزوجها يخقق، مره يخقق زوجها قبل الزواج بلقيس. يما زوجها نار، يما زوجها عذاب، يما شفت صورة زوجها خشمة تقول مركها يا شيخ. قد بفهم يعني، لا تحسسون انكم ما انتم شايفين خير. ترى في البث لما تشوفوا تلقى ذي ترى ما تعطيكم وجه. بلقيس نفس الحكاية، ليش انتم تخلون الناس ما يعطونكم؟ مع ان لو بحلف 90% من البنات اللي عندي زواجاتهم في قصور ومكلفينهم 400,000 في الباتل، في يخت 200 ريال يخت. مرة قبل شوي زواج على طريق الشيخ جابر حط لي 16,000 خيمة، ما حد بارك له في تويتر، ما حد يعلمنا باسم ذاك. أنا متحدثة الرسمية باسم المشافيح، اطلع يظهري لنا أنتم يعني خاقين على زواجها ولا خاقين عليها أنها مشهورة، يعني حددوا. أنا أحترم كل اللي ذكرتهم كلهم، يعني من أفلام الباتل بلقيس مع أني ما أتابعهم، أضفتهم يوم قالوا زواج وما زواج بعدين حذفتهم، لاني شكليات ذي انا ما اتابعها، لان سناباتهم كلها ومقاطعها تخص الحريم ما تخصني انا. فانا اضفتهم ليش؟ لاني بشوف. فلما شفت سنابات اثناء الباتل لقيتها في يخت ورد كيكه، طيب وين الترند؟ وش اللي بس اكتشفت فيه؟ شفت فيه ناس فيهم ضعافه لدرجه ان مخه داخل رضاعه مليانه اسمنت، ما مستحيل يقول انا مستحيل يقول أنا شايف خير. لو عنده ملايين مستحيل، الضعافة ضعافة، هذه خاصين منها. لو تملك مليارات تعود على الضعافة ضعيفا. بروح أغسل موتري عشان بكرة أخذ أبو داحم في عنيزة وتمشى أنا وياه ودي الحفل هذا وضبط أموره ونقهر البرنامج اللي ظلمه. حرجتوني بالتعليقاتي، واحد يقول أنت على شينك أحلى من الرجالة، الله يسعدك وفك طال عمرك. بفكك من علوم الحريم، مع ان الحرمة انا ما اشوف فيها شيء عيب، يعني لما الواحد يتكلم فيها يعني على اساس طالع منها انت وذنيك المتقشرة. يجيك في الخاص ارفع علومك كنا من علوم الحريم، واللي دخلت السوق تلقاه قدامك في الزواية ترزز دق الكوبرا، ما فيه عربة تمر من عنده ما يتحرش فيها. اقسم بالله ان هذا انت في الخاص قدام الناس والمهايط فكرونا من علوم الحريم، واللي رحت السوق ما خليت حرمة ما تقز فيها ما تحرش. أنت يا رجال مفكنا من علوم الحريم، مزين علومك أنت، دنفسة، خساسة، حسد، قلة حياة، غيرة، دلاخة. أهرج فيك؟ فيني أهرج فيك أدور علومك تخسى وتعقب؟ والله ما أذكرك عندي في السناب، أنا ما أذكرك عندي في السناب إلا طقطق عليك ثم أشوتك برجلي يا واطي. هيا سري لا أصقعك. للأسف أنا عندي ترى مطاع ورؤساء هيئة يضحكون كلهم ولحاهم لهنا وأهل دين وإن شاء الله فيهم خير. يجيني واحد سربوت مغازلجي مقطع أربع يجي ينصح؟ مات عادي ملتفت لشكلياتك، بس انا سبحان الله بس بعلمك لا تاخذ مقلب في نفسك وانت تنصح، تركب من العلوم الحريم وانت غازل، بس انا بعلمك رجعك عشان ما تاخذ